أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. الجو انتخابي بلدي بامتياز، وهناك كلام في اتجاهين: الأول ديمقراطية الانتخابات ومعها النبض الشعبي والاقتناع بالمرشحين، والثاني سياسة المرشحين والانتقاء يعادل الاستفتاء. وإلى الكلام المزدوج كلام على مرحلة جديدة بعد الانتخابات البلدية والاختيارية واعتبارها بروفا للانتخابات النيابية. أما الانتخاب الرئاسي فلا جديد في المعطيات، بانتظار جولة جديدة في البرلمان الثلاثاء المقبل. يعتقد أن النصاب كالعادة لن يتأمن. وقد برزت زيارة الرئيس سعد الحريري لبكركي وقوله أن حزب الله يعطل الانتخاب الرئاسي، وهو ما رد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتحميل السعودية المسؤولية والدعوة إلى الكلام معها، معتبرا أن جزءا من الحل فيها والجزء الآخر في لبنان. وفيما يشدد الرئيس الحريري على دعوة اللبنانيين إلى كثافة الاقتراع يوم الأحد، دعا السيد نصر الله إلى عدم التعاطي مع الانتخابات البلدية بيأس. السيد نصر الله الذي استبعد نجاح المفاوضات اليمنية وكذلك السورية وحمل على السعودية، تحدث في الشأن اللبناني الداخلي فاعتبر أن ثقافة إبعاد الأحزاب عن الانتخابات خطيرة. بتعرفوا مع مين لازم عم تحكوا؟ قلنا بالعلن مين، وقلنا لكم باللقاءات الداخلية مين. روحوا احكوا مع اللي لازم تحكوا معه وتفاهموا معه وتفاوضوا معه، هيدا اللي بيوصل على محل. داير الظهر خير إن شاء الله، بتضل العالم داير ظهر لبعضها وبيضل الفراغ قائما. إذن المطلوب تواصل مع المعنيين الحقيقيين بهذا الاستحقاق والتفاوض معهم والتفاهم معهم والوصول معهم إلى نتيجة أو إلى حل. هذا هو الذي يخرج الاستحقاق الرئاسي من غيبوبته. في الانتخابات البلدية، بالانتخابات البلدية أولا أهمية الانتخابات البلدية واضحة للكل. بالنهاية الناس في مجلس بلدي، البلدية والاختيارية، لما عم ينتخبوا مختار عم ينتخبوا من يتوقعون أن يكون في خدمتهم ضمن صلاحيات المختار. لما بينتخبوا مجلس بلدي عم ينتخبوا حكومة صغيرة ذات صلاحيات محدودة، لكن انه لازم الناس تترشح، ايه لازم الناس تروح تنتخب، ايه، لانه بالنهاية هيدي معنيين بشؤون الناس، بحياة الناس، بالوضع العام تبع الناس. اذا الترشح والترشيح والمشاركة في العملية الانتخابية هي مسألة اساسية ومهمة جدا. يعني اذا صار رئيس البلدية او عضو البلدية من العين الفلانية، يعني هيدا هو حاكم الكرة الارضية وعنده كنوز قارون وجبروت فرعون. لا يا عمي، رئيس بلدي وعضو مجلس بلدي، ناخذ الامور بحجمها الطبيعي، بحجمها الطبيعي، نتعاطى معها بحجمها الطبيعي، وننتبه انه يوم الاحد مثلا، هيدا الاحد بالبقاع وببيروت صوتنا، انتخبنا، التنين طلعت النتيجه او التنين والثلاثه، الاربع الناس بدها تعيش مع بعضها. الرئيس الحريري رأى أن ما يعطل الانتخابات الرئاسية هو فريق حزب الله، ودعا الناخبين إلى الاقتراع بكثافة في العاصمة بيروت. الرئيس سعد الحريري أكد من بكركي أنه يجب عدم إطالة الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى أن هناك مرشحان للرئاسة يجب عليهما أن ينزلا إلى مجلس النواب لانتخاب أحدهما. الحريري وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي لفت إلى أنه شرح للبطريرك الخطوات التي يقوم بها داخليا وخارجيا لملء الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى أن الجميع في الخارج يريد انتخاب الرئيس ما عدا اللبنانيين. حكينا بالفراغ الرئاسي وأهمية أنه هيدا الفراغ ما يطول. اليوم مثل ما دائما نكرر وبقول انه في مرشحين للرئاسة، يجب على المرشحين انه ننزل كلنا على مجلس النواب وننتخب واحد منهم. وغبطة البطرك ديمقراطي، يعني كان عم يحس الجميع انه ينزل على مجلس النواب، وهذا الشيء اللي مفروض يصير. يعني البعض بيقول لك انه انا حق الدستوري اني ما انزل، بس هيدي كلنا بنعرف انه كأنه عم نضحك على الدستور وما عم ننفذ فعليا واجبنا. ايه اوكي، حتى لو مرشحنا، بس واجبه الدستوري انه ينزل على مجلس النواب. باخر المطاف يعني نحن
كيف بدك تنتخب اذا كل واحد حرد بالبلد وقعد ببيته؟ ما بدي انتخب رئيس، يعني بطل عندنا رئيس. اللي عم يعطل هيدا فعليا الانتخابات هو فريق حزب الله. وفي سياق آخر وحول إمكانية التشطيب في الانتخابات البلدية في بيروت، قال الحريري: لست خائفا ونحن ذاهبون إلى الانتخابات، ولا مشكلة لدينا في الديمقراطية في الانتخابات في بيروت. وكما من بكركي كذلك من دار الفتوى، شدد الحريري على الرغبة بإثبات هوية بيروت والإيمان بالمناصفة الحقيقية لأنها تجسد شكل لبنان والعيش المشترك الحقيقي فيه. الحريري وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد أن المجلس البلدي المقبل لبيروت سينصف الجميع. وكان الرئيس الحريري قد أدى صلاة الجمعة في جامع خالد ابن الوليد في ساقية الجنزير بمشاركة مفتي الجمهورية وحشد من الشخصيات والمصلين. العد العكسي للانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل بدأ، فكيف تبدو الحماسة لدى أبناء العاصمة؟ نبيل الرفاعي. بعد أن كثرت التكهنات وتوقعات وطل الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ها هو قطار الاستحقاق على السكة وبيروت والبقاع في المقدمة. وعلى الرغم من التدخلات السياسية يبقى هذا الاستحقاق إنمائي بامتياز. فما الذي يتوقعه المواطنون في بيروت؟ وهل هم متحمسون للمشاركة؟ فتضاربت الآراء بين حماسة البعض وتشاؤم البعض الآخر. والله محاضرين كتير منيح، يعني أبي هيو حاله لنهار الأحد، يعني عرفين العالم، لأنه ما في تحالف مزبوط، ما في لستات مزبوطة، بعد بكرة الانتخابات ما في لستة مزبوطة 100%. هتشارك بالانتخابات؟ أي انتخابات؟ البلدية والاختيارية شو بفيدونا؟ يعني وزبالة معباية البلد كلها، لا شو بدك تشارك؟ كلهم كذابين، ما في واحد صادق، انسى. اللي كل قديم ما رح نصوت له، كل شيء جديد احسن. اكيد لا. شو بتطلب من المجلس البلدي اللي حيكون ان شاء الله هو الجاي؟ ان شاء الله يا رب يكون احسن من اللي كان قبل. بشارك بالمخترة لانه المختار خدمني، اما باقي ما تبقى انسى الموضوع. مجلس بلدي محب. شو بدي فيه؟ شو بدي في؟ شو عمل لي مجلس البلدي؟ هيدي البلدية، حي شوف البلدية عندك. لا ليه؟ ما هذا بيعني لي يعني من هول اللي عندنا. في واحد كان قادر ما يخلوني تشردوا له بيروت، ولكن يخسارة راح. هي المحصصات السياسية تارة والخلفيات العائلية تارة أخرى التي تحكم تأليف اللائحات في الاستحقاق البلدي والاختياري في لبنان، لكنه أولا وآخرا إنمائي بحت. على وقع التمديد لمجلس النواب وفي ظل الفراغ الرئاسي، يأتي هذا الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي كفسحة أمل للبنانيين طال انتظاره. فكيف ستكون النتيجة ولصالح من؟ صندوق الاقتراع هو الحكم. من منطقة طريق جديدي في بيروت، بلال شمال، نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان. ومزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. الرئيس بري التقى بوصعب وروكوز والوزير مقبل الذي وصف زيارته موسكو بالإيجابية والمشجعة. الملفات السياسية والأمنية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الذي تحدث عن زيارته إلى موسكو واصفا إياها بالإيجابية والتي كانت تستلزم كل الدعم للجيش اللبناني وتقديم التسهيلات والعتاد للمؤسسة العسكرية. وأضاف: أوضحنا كل القضايا ووضعنا النقاط على الحروف. كنا واضحين شو روحتنا تستلزم دعم للجيش اللبناني، وشو حاجة الجيش اللبناني، وشو التسهيلات والوعود يلي عملوها من سنة 2009 ما تحقق منها شيء. كان الأجوبة طبعاً فعلاً مشجعة. واليوم كان عندي اجتماع بالوزارة الدفاع بهالخصوص، وجاي لعندي سفير روسيا أسبوع الجاي لحتى كمان نوضح القضايا، حتى ما نضل نعمل اجتماعات بلا فايدة. الرئيس بري التقى وزير التربية الياس بوصعب، الذي أكد أن الزيارة في إطار التواصل الضروري مع الرئيس بري الذي هو المرجعية الوطنية لجميع اللبنانيين، مشيرا إلى أن التواصل هو بداية حلول لكل شيء، ولذلك نحن حريصون على القيام بلقاءات دورية مع الرئيس بري التي لا تنقطع. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون حاملا رسالة من العماد ميشيل عون، قال بوصعب: لا، لم أحمل رسالة معينة، لكن ناقشنا مع الرئيس بري في العديد من القضايا ومنها أيضا الشؤون التربوية
الجوية والتحضيرات للامتحانات. الرئيس بري التقى العميد المتقاعد شامل روكوز وتم عرض التطورات في البلاد. كذلك التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شارتر في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان وتم عرض التطورات في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التقى في السراي الكبير المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وجرى عرض لشؤون النازحين السوريين في لبنان. كما التقى النائب زياد القادري وتناول معه شؤونا إنمائية واستقبل سفير أرمينيا في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه. ومن زوار السرايا المفتي الجعفري لبلاد جبيل وكسروان الشيخ عبد الأمير شمس وتناول البحث الأوضاع العامة. سأل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة له على تويتر عن ملف الانترنت غير الشرعي وعن سبب عدم حضور وزير نافس فعال اجتماعات لجنة الاتصالات ولماذا هذا الصمت من قبل المعلومات واستخبارات الجيش والأمن العام وهي كانت تتسابق لكشف عملاء إسرائيل. الوزير أشرف ريفي زار أضرحة الشهداء الرئيس رفيق الحريري والوزير محمد شطح واللواء وسام الحسن وقرأ الفاتحة لأرواحهم ولفت إلى مناسبة 7 أيار التي تصادف غدا وعهد على الاستمرار في نهج الشهداء ورفض منطق الدويلة. رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان شدد على أهمية توسيع صلاحيات الدستور في سبيل تحقيق العدالة الدستورية وانتظام أداء المؤسسات الدستورية. ورشة عمل لدراسة ومناقشة المشروع الذي أعده رئيس المجلس الدستوري دكتور عصام سليمان لتوسيع صلاحيات المجلس ولتفعيل دوره وتحقيق العدالة الدستورية وانتظام أداء المؤسسات الدستورية. سليمان رأى أن الدستور أرقى بكثير من الممارسة والمأساة تكمن في أن الممارسة السياسية المنضبطة بالقواعد الدستورية والقانونية تدفع الدساتير باتجاه التطور بينما الممارسة السياسية تشد الدستور إلى الوراء معتبرا أنه يجب وضع ضوابط للدستور والقوانين لتستقيم الممارسة السياسية وأداء المؤسسات الدستورية. نأمل أن يحظى هذا المشروع بالاهتمام الذي يستحق من الجهات المعنية بإقراره وتحديدا مجلسي النواب والوزراء وكلنا ثقة بأن المداخلات والمناقشات في ورشة العمل هذه ستغني ما ورد في المشروع وتفسح المجال أمام أفكار جديدة يسترشد بها المشترع إذا ما توافرت الإرادة السياسية التي لا بد من أن تتوافر ليبقى ثمة مبرر لوجود الدولة. سليمان رأى أن صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان باتت دون صلاحيات المحاكم والمجالس الدستورية ليس في الدول الأوروبية فحسب بل في الدول الإفريقية والعربية. لمناسبة مرور 100 عام على شهداء 6 أيار أقيم احتفال رمزي بدعوة من عصبة تكريم الشهداء في مدافن الشهداء في تلة الموحدين الدروز بمشاركة وزير الإعلام رمز جريج ونقابتي الصحافة والمحررين. وأخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. استقبل قائد الجيش العماد جان أهوجي في اليرزي مدير عام أمن الدولة اللواء جورج أرعى وتناول البحث الأوضاع الأمنية والتعاون بين المؤسستين. أزمة كبيرة يواجهها أبناء منطقة شرق جوزين تكمن في عدم قدرتهم على تصريف إنتاج فاكهة الأكاديمية وناشدوا المعنيين والمسؤولين التعويض عليهم ومساعدتهم. غيب الموت الفنان علي محمد دياب الذي بدأ مسيرته الفنية على مسارح الهواة ولمع بعد وقوفه إلى جانب السيدة فيروز في فيلم بنت الحارس ومن ثم في مسرحية لولو التي عرضت على خشبة البيكاديلي في 70s إضافة إلى عشرات الأفلام والمسرحيات وعمل في تلفزيون لبنان لفترة طويلة من خلال الإنتاجات المحلية. يصلى على جثمانه بعد ظهر الغد في جامع بعصفرين ويوارى الثرى في جبانة بلدته كتران. أقيم حفل تسليم معمل فرز النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء للشركة المولجة التشغيل بعد الانتهاء من تركيب عامل معداته بحضور محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة ورئيس الاتحاد رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي.
شهد مركز مؤسسة صفدي سلسلة تدريبات مهنية لتعزيز فرص العمل لمجموعة من الشبان والشابات والنساء من مناطق مختلفة من طرابلس. سلمت مؤسسة تيكا وكالة التنمية التركية رسميا إدارة مستشفى حلب الحكومي معدات طبية عبارة عن عربة إسعاف متطورة هي الأولى من نوعها على مستوى لبنان. رأى رئيس التجمع الشعبي العكاري خلال مأدبة إفطار على شرف هيئات ثقافية فكرية وهيئات من المجتمع المدني أن عكار غنية بالطاقات الفكرية والأدبية والإبداعية. نظم مركز اليوسف الاستشفائي في حلب لمناسبة اليوم العالمي لغسيل اليدين ندوة في قاعة المركز ألقاها خبير الأمراض الجرثومية الدكتور حسان ملاط بحضور حشد من الفعاليات وطلاب المدرسة. لبنان يخسر فرصا اقتصادية وتطبيق الاقتصاد الحر صعب في الظروف السياسية الحالية. كل هذه التفاصيل في الفكرة الاقتصادية. تحت عنوان غياب الاقتصاد الحر في لبنان، طرح المحلل المالي الاقتصادي دكتور مروان اسكندر ضمن ندوة اقتصادية لاتحاد العائلات البيروتية شارك فيها رئيس الاتحاد دكتور فوزي زيدان والمهندس عبدالله شاهين وهيئات اقتصادية اجتماعية، طرح واقع الاقتصاد اللبناني واصفا لبنان النازف بأمراضه المزمنة، والتي تؤكد الدراسات والتقارير التي أعدت من قبل البنك الدولي أن لبنان عاجز عن توفير فرص عمل إن كان على صعيد الكمية أو النوعية تتماشى مع أهداف النمو. ويضيف التقرير بحسب اسكندر أن العجز يعود إلى حصر فرص العمل سواء المجدية أو المربحة ماديا بأفرقاء ينتمون إلى مذاهب محددة في لبنان. أما إيقاف عجلة القرارات الإنمائية ظهر من خلال تقرير البنك الدولي أنها تعارض أهداف فئة من فئات المذاهب وأصحاب النفوذ الطاغية على القرارات الحكومية. البنك الدولي بيقولوا أنه 4.4 النمو اللي صار هلأ بطل يمكن تحقيقه بسبب اهتراء جهاز الدولي وبسبب تفشي الفساد، ولذلك بيطلعوا انه بالمستقبل المنظور صح رح يكون من صعب جدا انه نشوف نمو في لبنان بسبب هالظاهرتين. بنجي لدراسة تانية موضوعة من فريق من قبل صندوق النقد الدولي IMF اللي هي بتتناول نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. فبيقولوا بهالمجال انه في موظفي الدولة والجيش وقوى الامن عندهم انظمة لتعويضات نهاية الخدمة، مرات حتى ممكن تكون سخية. بيقولوا بالوقت ذاته بنظام الضمان الاجتماعي في شيء أساسي أنه منهم أكيدين هن أنه الاحتياطي الموجود من ضمان نهاية الخدمة اللي استعمل بعضه لتغطية حاجات الضمان الصحي، مع أنه القانون ما بيسمع بهالشيء، أنه على الأغلب ما رح تكفي بالمستقبل بعد سنة 2030. وبيقولوا أنه لبنان يعني يعاني من انه نسبة المسنين فيه اللي في عمرهم فوق 65 سنة اللي مجموع اليد العاملة، لانه اليد العاملة هي اللي عم تساند حاجات هالمسنين، هي 35%، بينما هي في العالم العربي بحدود 20% باستثناء الكويت اللي هي 26%. ومن أبرز أسباب تراجع الواقع الاقتصادي التنافس المذهبي الذي أسهم في هدر ما يوازي 9% من الدخل القومي سنوياً. وضمن هذه المعطيات لا يستطيع لبنان أن ينهض من واقعه الاقتصادي إلا بمواقف سياسية وخطة اقتصادية طارئة مدروسة وفصل السياسة عن الاقتصاد. والنشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل عدد من الإرهابيين نتيجة محاصرتهم في وادي النعمان، وفي مقدمتهم محمد سليمان العنزي المطلوب في حادث إطلاق النار في منطقة الإحساء، ومبارك الدوسري من المطلوبين في خلية درما، وسعيد عيد الشهراني في عملية مكة، والمطلوب بتفجير مسجد الطوارئ في منطقة عسير. موسكو تصر على محاربة الإرهاب بلا هوادة، متحدثة عن تدفق عشرات المسلحين عبر الحدود مع تركيا في الأيام الماضية، وقطر وروسيا تتفقان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا.
انتزعت المعارضة السيطرة على بلدة قرب حلب من أيدي القوات الحكومية أثناء الليل، تكتسب أهمية لوقوعها قرب المدينة السورية التي تحاول الولايات المتحدة وروسيا خفض العنف فيها. وأضاف المرصد أن 73 شخصا قتلوا في المعركة من أجل السيطرة على خان تومان على بعد 15 كيلومترا جنوب غرب حلب، في مكان قريب من الطريق السريع بين دمشق وحلب. في هذا الوقت نفى الجيش السوري أنه استهدف مخيما للنازحين تعرض لضربات جوية قرب الحدود التركية. الخارجية السورية أشارت إلى أن ما سمتهم الإرهابيين هم سبب تأزم الوضع في حلب وليس القوات السورية. وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن موسكو تصر على محاربة الإرهاب بلا هوادة، متحدثة عن تدفق عشرات المسلحين عبر الحدود مع تركيا في الأيام الماضية. وكانت الولايات المتحدة أدانت تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال فيها إن هدفه هو تحقيق انتصار نهائي في حلب، وحثت روسيا على ممارسة نفوذها على دمشق لضمان وقف العمليات القتالية المستمرة في المدينة. مسؤول عسكري روسي نفى تحليق طائرات روسية فوق مخيم للنازحين السوريين في إدلب، وأكد أن الدمار الذي لحق به يظهر أن متشددي جبهة النصرة ربما أطلقوا النار عليه عمدا أو من دون قصد. كما أدانت فرنسا ضربات جوية التي أصابت مخيما للنازحين في سوريا وطالبت بإجراء تحقيق فيما وصفته بأنه عمل مثير للإشمئزاز، ويجب تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم للعدالة. ومن المقرر أن تستضيف فرنسا يوم الاثنين اجتماعا لوزراء خارجية دول تدعم جماعات المعارضة السورية بحضور المعارض السوري البارز رياض حجاب بهدف بحث سبل كسر الجمود السياسي والعسكري في البلاد. من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجانبين اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. عززت قوة الأمن العراقية وجودها في مختلف أنحاء بغداد، وأغلقت معظم الطرق والجسور الرئيسية لتحول دون وصول أنصار رجل الدين البارز مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء التي اقتحموها قبل أسبوع. وكانت المنطقة قد شهدت تظاهرات واعتصامات بهدف الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لنفذ وعودا لاستبدال الوزراء المنتمين لأحزاب بآخرين من التكنوقراط مستقلين ضمن مسعى لمكافحة الفساد. تم الإعلان عن تأجيل الجلسة العامة المشتركة لطرفي المشاورات اليمنية في الكويت إلى صباح غد السبت. من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن انفجارا وقع في وسط سوق شعبي في مأرب أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. المرشحان المحتملان لرئاسة الولايات المتحدة كلينتون وترامب يواصلان الهجوم على بعضهما. شنت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية هيلاري كلينتون هجوما على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعطي ثقتها لأشخاص لا يستحقونها. The kind of language coming from Donald Trump is hateful. رئيسنا المقبل عليه أن يجتاز 3 امتحانات. هل يمكنه مساعدة العائلات الأمريكية؟ هل يمكنه الحفاظ على أمن البلاد؟ وهل يمكنه الحفاظ على أمن الأمريكيين؟ دونالد ترامب يفشل في كل هذا. علينا أن نعمل لكي لا يصل ترامب إلى البيت الأبيض بسبب قراراته المتسرعة وغير المنطقية. من جهة مرشح الجمهوريين، وفي حملته الأولى كمرشح رسمي للحزب في ويست فرجينيا، هاجم كلينتون. قد اتهمتني كلينتون بنية جعل عمال المنجم من دون عمل وإقفال المناجم. هذا غير صحيح. علينا أن نعمل للفوز في الانتخابات العامة. لا نستطيع أبدا أن نتحمل هيلاري كلينتون بعد الآن. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أغلو أنه سيتنحى، أعلن أنه لن تكون هناك فجوة في عمليات الحكم في البلاد، وأن التطورات السياسية الأخيرة لن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد. إلى مزيد من الأخبار الدولية في هذا الشريط.
أخلت السلطات الكندية 88 ألف شخص مهددين إثر الحريق الذي اندلع في غابات فورت ماكوري، وقد خصصت السلطات 9 مراكز لوضع الأشخاص الذين أخلوا منازلهم. في لوس أنجلوس الأمريكية، تمكنت وسائل الإعلام من تصوير مطاردة بين الشرطة وسيارة أسفرت عن زحمة سير خانقة. وتقاعد الفيلة في فلوريدا، فبعد 145 عاما من المشاركة في السيرك، سيتم وضع الفيلة التي تشارك في السيركات في مركز خاص للمحافظة على هذا الحيوان. أول كوالا ولد في حديقة حيوانات في أستراليا يدعى جوي، وبدأ أولى حركاته وقد حصد في الساعات الأولى أكثر من 100,000 مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. اللعبة الشهيرة فروت نينجا تحولت إلى الحياة، حيث قام منتج سينمائي بتحويلها إلى فيلم. نشرتنا لهذه الليلة انتهت. ميراي، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.